ماكو أجمل من الكلمة الحلوة لما تطلع من شخص ما تعرفه، بس تبقى ببالك، لأنه الكلمة بعد الوسيلة الأجمل للتواصل. أنه نكون متابعين للعصر والسوشيال ميديا مهم، ولكن الأهم هو أنه نعرف شنو الحلو وشنو الأحلى إلنا. مش كل شي بينحكى فيه صحيح. الأفكار بالموضة ممكن تستوقفنا من أشخاص عاديين، بس طريقة لبسهم ملفتة. في مواضيع كتير حابين نتكلم فيها، فما بالك أن تكون كلام ومعنى واعم. كلام نواعم الليلة العاشرة بتوقيت السعودية على MBC1.